جابه جوال جوال استهبل انت استهبل 100 مره سالتني جوال هذا اللي طاح اي جوال اللي طاح جوال هذا جوال تحيان استحلى وجهك مهبول انت ولا مهبول لا تعجبك بالطريقه هذه حرام عليك ما من كان رجال مقالته يما ذبحني يما 100 مره قلت ترى هذا جوال يسلم هلا وشو جوال يبقى خلاص تعبت انا يا الله يا الله يا تحيان تبيني اقول لك يوم كنت ياهل وش كنت تسوي كنت تسأل بالعشرين بالثلاثين مرة وابوك ولا يوم مل كان يرجع عليك وجابك وهو يضحك ومستانس تدري ليش لما يقول الحمد لله صار ملدي كبير صار يفهم ومستانس يا تحيي مش اقول لك ابوك هذا اللي الحين متضايقه تدري ايش كان يسوي يوم انك صغير اشتغل حمالي واشتغل مزارع عشان يوفر لك لقمة العيش ما تكون محتاج لحد وحتى انا ما اكون محتاجك الريالنا ريال البيت كيان البيت يا يمه اذكر لو كنت تمرك يصير كنا نطلع فيك بالكيلو وتراد نمشي ندور سياره لاخر الشارع عشان نوديك المستشفى وتصير زين كنت يوم انك تمرض يا يمه كان يسهر عليك كان يطببك بيده كان يسقيك دواك بيده بيده هذه يوم مرة طبيت في المسبح بغيت تغرق بغيت تموت علي ولا ون من وصعنا راح طبعك وهم يحطوا تسبح يوم وش صار ذيك اليوم الله ستر الله ستر عليك وعلي وعلي الحمد لله اللهم صل على محمد والحين الحين تضايق من ابوك